شيكابالا طبعا انا شايفه ده من اطيب وانضف ناس في نادي الزمالك. سيبك ان هو لعيب كوره ولا هو شيكابالا والناس بتهاجمه وعلى طول عنده مشاكل وعلى طول عنده كده، لكن هو من اطيب الناس اللي ممكن اشوفها في حياتي. غير كده هو محب، بيحب الباسكت كمان، يعني هو بيتابع دوري الام بي اي ويقعد يكلمنا ده امبارح كذا كسب، ده ليكرز كان بتلعب مع ميامي هيت وكسبت، هو متابع كمان لدوري الباسكت. السنه اللي فاتت هو كان باول السنه بقول له بنخسر، فبيقول لي بتخسروا ليه وايه اللي هيحصل؟ قلت له اصبر بس، قال انا عارف ان انتوا هتكسبوا، يعني هتاخدوا الدوري السنه دي وهتكسبوا وهتصعدوا افريقيا. اقول له اقعد اقول له يا رب ويوم مساعدة اتمرن وكده. لما رحنا افريقيا فضل يعني يعتبر اول بطوله بدات كل يوم اتكلمني يقول لي عملتوا ايه، عندكم ماتش مع مين بكره؟ لا بتفرج على الماتشات. اقول له تمام، يفضل مساعدنا على طول. هو كشخصيه محبوبه وبتحب كمان تساعد، يعني هو لو عنده اي حاجه يساعدنا بيها. سيب مثلا قبل ما نسافر افريقيا كان عندنا مشكله في المستحقات وما خدناش، كلمته قلت له عندنا مشكله مش عارفين نسافر مش عارفين نخلص المحترفين، طلع اتكلم مع الاداره وجاب لنا فلوسنا وجاب لنا، قدر يجيب مستحقات للمحترفين يسافروا بيها. فهو بالنسبه لنا هو كابتن فريق الكوره ومعظم الالعاب بالنسبه لنا، هو بيساعدنا على طول. على المستوى الشخصي هو قريب مني جدا عشان انا كنت بحبه شخصيا كلاعب كوره قبل يعني ما العب في نادي الزمالك كنت بحبه جدا. فلما اتواصلت معاه وقربت منه هو شخصيه جميله، وغير لو محبه للباسكت يعني اقل موقف عمله بعد ما كسبنا البطوله كلمني كان يوم الماتش بعد الماتش ما خلص مثلا بخمس دقائق قال لي تيشيرت البطوله اللي بتلعبوا بيه هاخده منك. قلت له ماشي. طبعا كان في ناس كتير عايزه تيشيرت البطوله ده، فقلت له خلاص اول لما اجي هديهولك. فجيت وما ما حصلش يعني ما شفتوش. جه في يوم قلت له تيشيرت في واحد طالبه منه هديه له بكره. اليوم ده جاي لي الساعه 3 الفجر البيت، تحت البيت قعد يكلمني وكنت نايم، صحاني الساعه 3 قال لي انزل هات تيشيرت دلوقتي. قلت له حاضر، فنزلت اديته له. ده كان اخر موقف عمله معايا. شخصيه طبعا محبوبه واحنا كلنا بنحبه، رمز رمز الزمالك وكلنا وراه بنحبه وهنفضل ندعمه على طول ان شاء الله. ادهم عصام كابتن الفريق اقرب واحد. طبعا احنا كلنا قريبين من بعض، يعني احنا الاعمار كلها متقاربه، كلها من 23 ل 29، فاعمار كلها متقاربه، لكن ادهم اقرب واحد ليا بصراحه. ليا ايهاب امين طبعا، عمرو الجندي، عمر طارق، كلهم يعني كلهم في المنتخب احنا بنقعد مع بعض وما عندناش اي مشكله، يعني ما فيش جو التعصب.